بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو. الله شرے نشتہ حق دار دبن لگے سوا داونا. الحي القيوم ہمیشہ جوان دے رہے انتظام کو ان کے رٹو العالم دے. نزل علیک الكتاب بالحق نازل کرے اللہ تعبانی کتاب حق رکل دا پارا. مصدقا لما بین یدیم تصدیق ان کے لئے داغ کتابوں جدنا مخیوم. وانزل التوراة والانجيل ونازل کرے اللہ تعالی توراة انجیل. من قبل امخی دا قرآننا هدى للناس ہدایت دا پار دا خلقو. وانزل الفرقان ونازل کرے اللہ جدائی راستون کی پمند حق باطل کے. ان الذين كفروا بآيات الله يقينا كسان چ كفر کرے پایتون دا اللہ. لهم عذاب شديد دید پر عذاب دے سخ. والله عزيز ذو انتقام والله تعالى زور ورده بدلا استن کرے. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء يقينا الله تعالى نپٹی گی پاغمانی شیز مکہ کے نپاسمان کے. هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء خاص اللہ ذات دے شکل نجوڑی استاسو پر احمنو دویند استاسو کے سرنچ وغاری. لا الہ الا ہو نشت واقدار مددگار سوا داغنا. العزیز الحکیم زور ورده حکمت نوالده. هو الذي انزل عليك الكتاب خاص اللہ ذات نازل کرے تابان کتاب. منه آیات محکمات بائی دلی کتابنا آیت ندی اخکار مانو والا. هن ام الكتاب شاسل دا کتاب ندیم. وَأُخَرُ نُورَ آيَةٌ لَّذِينَ مُتَشَابِهَاتٌ فَتَمَنَّوْا عَلَىٰ. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم زَيْغٌ نَّاقِصَانِ شَدَائِدَ بَزْنُكِ كَغْلِيشْ لَهُمْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ نَطَابِ ذَٰلِكَ إِذَاءَ شِكَمْ فَتَمَنَّوْا عَلَىٰ الْقُرْآنِ ذِي كِتَابِنَا. ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ طَارَدَ لَطَوْلُ الْفِتْنِ بِخَلْقِهِ وابتغاء تاويله ودبار دلطوله دحقيقت دائه. وما يعلم تاويله إلا الله أن پوئيكي باقيقت دائبانه مگر يو الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به او قلق قصان فعلم ددين كيائي خوئي زمغ ايمان ده بله. كل من عند ربنا ذا طول دي زمد رب ذا طرفنا. وما يذكر إلا أولو الألباب ونسيتنا قبلي مگر خالص قلوالا. ربنا لا تزغ قلوبنا يا رب عمك غي زمد رنا بعد إذ هديتنا پس دائن شدام تهدايت کرده. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً أَرَوْبَخِ مُنْتَ خَاصْ فَلْتَرَفْنَا كَلَكْ وَالِ بَدِينَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ يَقِنًا تَوْبَخْشِشْ وَرْكَوْنْكِ. رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ الْيَوْمِ اے ربا يَقِنًا تَبْرَاغُنْدَي تُوَ الْخَلَقْ دَا سِرْوَسْتَعَمْ لَا رَيْبَ فِي جِ إن الله لا يخلف الميعاد يقينا الله تعالى خلاف نكيد خبل وزنا. إن الذين كفروا يقينا كافر عن خلق لن تغني عنهم مالهم ولا أولادهم إجر نشيد فقول الذين مالون الذين أولاد دريم من الله لا رزعب نشان الشيم. أولئك هم وقود النار وداك سانم ديري خشاك دورم.